عندي فضول أعرف أنتوا لما بتسكرولوا بتتفرجوا على إيه؟ إيه الحاجات اللي بتشدكوا؟ يعني أنا مثلا كل فترة بتلاقوا القائمة بتاعتي حاجات مثلا تحت طلعت فوق أو بقت في النص، وحاجات اللي فوق نزلت تحت شوية ونزلت تحت خالص وهكذا. يعني أنا مثلا الحاجات اللي أنا بحب أتفرج عليها إيه؟ بحب الديكور جدا جدا، بحب طبعا الأكل ده أساسي بس دلوقتي قلب لهالتي، وبحب السفر جدا جدا جدا، وفي نوعية معينة من البودكاست بحب أتفرج عليها. بحب أتفرج، كنت جات فترة بقى كنت بتفرج على الأبراج والترو والحاجات دي كتير، بس دلوقتي نزلت لتحت لآخر القائمة بصراحة، يعني ما بقتش مهتمة بيها قوي زي الأول. بحب الحاجات اللي فيها سيلف امبروفمنت. طبعا دلوقتي عشان في أخبار كتير حوالينا أحيانا بتفرج، ما بتعش أشخاص يعني بعينهم، ممكن طبعا بيطلع لي حاجات بتفرج عليها عادي يعني، بس مش بتابع اشخاص يعني. دول ان انا دوس فولو اغلبها بتبقى حاجات من الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. مؤخرا بقى يا سادة بقى عندي هوس ان انا بتفرج جامد جدا على تفسير الاحلام. انا عندي حلمين ثلاثة، الثلاث احلام دول معايا بقالهم تقريبا 25 سنة أو أكتر، يمكن 30 سنة، لا 25 سنة، بيتكرروا بقالهم 25 سنة. وبصراحة عمري ما رحت للشيخ أو لحد يفسرهم لي، ولكن في شيخ فاضل يعني أكتر من حد طبعا على الابليكيشن، ومش عارفة أوصل لهم يعني زي الشيخ إلياس يعني مثلا. أنا عايزة أقول له لو سمحت، الثلاث أحلام دول مؤرقني ومش عارفة أوصلك، ونفسي تفسرهم لي، نفسي حد يفسرهم لي. هم مش حاجة وحشة على فكرة، يعني أنا عارفة أن هم مش حاجة وحشة، ولكن تكرارهم هو اللي بيضايقني يعني. في واحد منهم دايما، هم أكتشلي الثلاثة، أنا بصحى مش متضايقة أنه فيه لا سمح الله حاجة كارثة هتحصل، ولكن نفسيا ببقى مش في حتة حلوة يعني. في ايه تاني مثلا من الحاجات اللي بتابعها؟ لا اعتقد هم دول، بس تلاقيهم يعني بيطلعوا بينزلوا يعني في الليستة كده كل فترة حسب المود وحسب الحالة النفسية وحسب انا حاسة بايه. بحب كتير جدا كمان اتابع يعني مثلا الحاجات اللي علاقة بالاذكار بالدعاء بالحاجات اللي زي دي كتير جدا جدا جدا. ايه تاني؟ طبعا الفاشن ده اكيد يعني، دي اداة اساسي يعني، ده اي حاجة ليها علاقة بالفاشن برضو انا بحبها جدا بتابعها بنهم يعني، لان ده اساس حياتي يعني. ايه تاني؟ طب انتوا بتتابعوا ايه غيري؟ انا طبعا هزعل منكم بقول لكم يعني هو ده اكتر حاجة بصراحة يعني. ممكن اطلب منكم طلب تعملوا له تاج لعل وعسى يرد عليا ويفسر لي الثلاث أحلام دول، عشان أرتاح. بس عايز أعرف لو اللي في بالي حقيقة. ممكن